مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المواقع المحلية، مسؤولون حكوميون وتجار يغادرون عدن. ومن صحيفة لوموند الفرنسية، السعودية والإمارات تتذكران الهدف الرئيسي من المعركة في اليمن. ومن الأخبار المنوعة، مشروع تخرج من الجامعة استفاد منه ربع سكان الأرض. موقع الصحوانت يتابع حملات الاعتقال التي تمارسها ميليشيا الحوثي، وعنوان الموقع: ميليشيا الحوثي تختطف 5 من أبناء وصاب العالي بذمار. وقال الموقع إن ميليشيا الحوثي اختطفت 5 مواطنين من أبناء مديرية وصاب العالي غربية محافظة ذمار، وقالت مصادر حقوقية إن ميليشيا الحوثي اختطفت المواطنين من قرية بني شعيب وصاب العالي واقتادتهم إلى جهة مجهولة. يأتي هذا في الوقت الذي لا يزال فيه عدد من التربويين مختطفين في سجن الأمن السياسي بعد حملة اعتقالات ومداهمة لمنازلهم شنتها الميليشيا الأسبوع الماضي في مديرية وصاب العالي. ما تزال آثار ما حدث في عدن تظهر تباعا، ووفقا لموقع عدن الغد، مسؤولون حكوميون وتجار يغادرون عدن. وقال الموقع إن عددا كبيرا من المسؤولين الحكوميين ورجال أعمال غادروا عدن بطرق مختلفة. وقال مصدر في المطار لعدن الغد إن غالبية المسافرين على رحلتي الطيران اليمنية التي اتجهت من عدن إلى العاصمة المصرية القاهرة كانوا رجال أعمال ومسؤولين حكوميين ومدراء بنوك تجارية. وطبقا لعدن الغد، يبدو أن هناك تخوفا كبيرا لدى مسؤولي الإدارات الحكومية والمؤسسات التجارية عقب الأحداث الأخيرة، كما أن من بين المغادرين وزراء في الحكومة ووكلاء لمحافظة عدن. الانتقالي الجنوبي بعد عامين من تشكيله، خطاب إقصائي يستهدف الجميع وممارسات شمولية تدمر المجتمع. تحت هذا العنوان كتب موقع يمن مونيتور تحليلا خاصا جاء فيه: إذا تأملنا خطابات الانتقالي من بيانات وتصريحات، يجد المتابع أن كل من يخالف توجهات الانتقالي أو يعارض سياسة داعميه فإنه عدو يجب القضاء عليه، أو خائن لابد من تصفيته بأي شكل من أشكال التصفية المادية والمعنوية. كشفت عن ذلك إحدى خطب الجمعة في ساحة تجمع تتبع الانتقالي، حينما قال خطيبهم إن من يخالف الانتقالي يعتبر خائنا ودمه حلال. وكل ذلك يهدف إلى أن تصبح الساحة في عدن وبقية محافظات الجنوب حكرا على الانتقالي، وبالتالي تسهل سيطرة الممولين لتحقيق أهدافهم الظاهرة والخفية وتنفيذ أجندتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبالنظر إلى ممارسات المجلس الانتقالي والميليشيا الموالية له المدعومة إماراتيا، نجدها تصب في الاتجاه ذاته، إقصاء كل المخالفين واعتبارهم خونة متآمرين وجواسيس يجب معاقبتهم بالقتل حينا وبالاختطافات والاعتقالات وتلفيق التهم أحيانا أخرى. كشفت مغامرات الانتقال الدامية عن نزعة الانتقال نحو العنف تلبية لرغبته في السيطرة، دون أن يضع في الاعتبار ما يمكن أن تقود إليه تلك الأعمال من خسائر وما يدفعه المجتمع من ثمن باهظ في أمنه واستقراره وأرواح أبنائه. وأعقب خطابات الانتقال المتوالية أعمال ممنهجة دعا إليها وشجعها وظهرت فيها بصمته حتى وإن ادعى غير ذلك، ولم تتوقف ماكنته عن إنتاج ممارسات عنيفة هنا أو هناك تحت لافتة الميليشيا الموالية أو بأسماء كيانات أنشأها ومكونات يرعاها، قامت بمهاجمة المؤسسات والوزارات وسعت إلى تعطيل وعرقلة حركة الحياة بأشكال وأساليب متعددة، فضلا عن كونها أوصلت الصراعات إلى مناطق ومديريات ظلت عقودا طويلة بعيدة عن كل صراعات الماضي. وفي محافظة المهرة البعيدة وجزيرة سقطرى النائية، كثير من الأدلة على انتهاج المجلس الانتقالي خط التصعيد ضد المجتمع بإشعال نيران الصراع دون تفكير بالعواقب مهما كانت خطورتها وآثارها المدمرة. تجمع الانفصاليون في عدن وشكلوا ألوية عسكرية تنتمي في معظمها إلى مناطق صغيرة جدا. ووفقا لموقع مأرب بريس،
لواء الانفصاليين الذي أسقط قصر المعاشيق يعلن الحرب على السعودية ويحذرها ويتوعدها. وقال الموقع إن أحد الألوية التابعة لميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وجهت تحذيرا شديد اللهجة للسعودية بعد تحليق مقاتلات حربية فوق مقر اللواء في عدن. وركز الموقع على البيان الذي توعد فيه السعودية حيث قال: الجنود لن نتراجع ولن نتزحزح ولن تخيفنا طائراتهم، فعزيمتنا كالجبال ولن تنحني في حال تعرضنا لأي قصف، سيلاقون الرد من الشعب أو من شعب الجنوب وكافة قادته. ونشد البيان الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي بأنه في حال تعرضت معسكرات المقاومة الجنوبية الحليف الاستراتيجي الأول للتحالف العربي للقصف، فإن شعب الجنوب من المهرة إلى باب المندب سيصير كتلة مشتعلة. هذه الكتلة المشتعلة وفقا للواء الانفصاليين ستحرق ما تبقى من سلام واستقرار في اليمن، والذي لم ولن تسلم منه السعودية. في جولتنا بين الصحافة الفرنسية نطالع ما قالته صحيفة لوموند عن عدن، حيث عنونت: انخفاض التوتر في عدن مع انسحاب الانفصاليين. وقال تقرير ترجم لصالح قناة بلقيس إن التوتر انخفض بخطوة إضافية في عدن في جنوب اليمن مع بدء انسحاب الانفصاليين من المباني التي استولوا عليها. لقد ترك المقاتلون المرتبطون بهم بعض المواقع التي سيطروا عليها تحت الضغط المشترك من السعودية والإمارات. ووفقا لوزير الإعلام في الحكومة المعترف بها دوليا، أخلى الانفصاليون مقر الحكومة والمحكمة والبنك المركزي ومستشفى عدن. وعن العلاقات السعودية الإماراتية تقول الصحيفة الفرنسية: انهار التحالف بين السعودية والإمارات بسبب القتال الذي دار الأسبوع الماضي بين القوات الحكومية المدعومة من الرياض والانفصاليين الذين تدعمهم أبوظبي. تضيف الصحيفة: الإمارات شكلت القوات الانفصالية التابعة للمجلس الانتقالي والمعروفة باسم الحزام الأمني، وقد تغلبت على القوات الموالية للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي المدعومة من السعودية. لقد رأى المحللون في هذا الصراع بين الأشقاء دليلا على وجود عيوب في التحالف وعلى الخلافات بين أعضائه الرئيسيين. وإن بدت السعودية في اليمن حريصة على حماية نفسها من المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، فإن الإماراتيين يبدو أنهم يريدون قبل كل شيء توسيع نفوذهم في خليج عدن وما وراءه، وبالذات حول المضيق الاستراتيجي باب المندب. بيد أن الشريكين عقدا لقاء يوم الاثنين بين الملك سلمان ورجل الإمارات القوي ولي عهد أبو ظبي محمد بن سلمان، نتج عن هذا الاجتماع دعوات إلى الهدوء والحوار. استذكر البلدان أن الهدف الرئيسي في اليمن هو مواجهة نفوذ إيران الذي يمثله الحوثيون. 50 بابور من شبوة. تحت هذا العنوان كتب علي سعيد الأحمدي مقاله الذي تنشره بلقيس. قبيل الاستقلال تشكلت عدة حركات سياسية في الجنوب، وكان لأهل شبوة دور ومساهمة بارزة فيها، فتنظم الكثير منهم في جبهة التحرير والجبهة القومية، وكذلك تأسس حزب رابطة أبناء الجنوب العربي، والذي كان من أبرز قياداته ومؤسسيه قيادات من نخبة أبناء شبوة. بعد الاستقلال تضررت شبوة سياسيا بشكل كبير، وخرج كثير من أبنائها وقياداتها للمنفى والشتات بسبب الإقصاء والانفراد الذي مرسه النظام الاستبدادي القمعي وقتها. وصارت مدن كتعز وصنعاء والحديدة في الشطر الشمالي ونجران وتبوك وجدة وأبو ظبي وغيرها هي أماكن تجمع المنفيين أو الهاربين من بطش النظام، والذين كانوا يتزايدون بعد كل دورة عنف وصراع تمر بالجنوب. مثل إعلان الوحدة اليمنية في عام 90 انفراجة كبيرة لهؤلاء السياسيين، فعاد الكثير منهم لأرض الوطن، ومع التعددية والديمقراطية الموجودة بعد الوحدة أعادوا تشكيل أحزابهم، وانخرط البعض الآخر في أحزاب وطنية يمنية إما رغبة واقتناعا كحزب الإصلاح، وإما لظروف حتمتها التحالفات السياسية ووجدوا أنه الخيار المناسب لهم، كما فعل فصيل الزمرة بانضمامه للمؤتمر الشعبي العام. منذ عام 90 وحتى يومنا هذا قدمت محافظة شبوة نموذجا متميزا في التعددية السياسية والقبول بالمختلف سياسيا، حتى أنك تجد في البيت الواحد ثلاثة انتماءات سياسية مختلفة
بل ربما أكثر. وهذا الأمر مرده لفهم فطري بدوي صقلته التجارب لمفهوم السياسة، وأنها ليست غاية بذاتها بل وسيلة مفيدة بقدر ما تحققه للناس من مصالح عامة تنظم شؤون حياتهم ولا تكون بأي حال سبباً لتقطيع الأواصر الاجتماعية. طوال الفترة الماضية كان للحملات الانتخابية حضورها القوي في شبوة، وتشتد حمى المنافسة ويزيد التوتر، وفي النهاية يسلم الجميع بالنتيجة ويعودون للتعايش. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لم تعد حركة طالبان إرهابية وفق ما جاء في صحيفة الغارديان البريطانية، والتي عنونت ترامب يلمح إلى أن الولايات المتحدة تقترب من اتفاق مع طالبان. وتقول الصحيفة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع مع مبعوثه للسلام في أفغانستان وكبار مستشاريه الأمنيين لمناقشة التطورات في الجولة الأخيرة في المحادثات مع طالبان، ما أدى إلى تكهنات بأن اتفاقا ينهي أطول حروب الولايات المتحدة قد يكون وشيكا. وتقول الغارديان في تقرير ترجمته البي بي سي إن محادثات بين طالبان والولايات المتحدة عقدت عدة مرات هذا العام في مسعى للتوصل لاتفاق سلام. ويسمح الإطار العام الذي يجري مناقشته بالانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية مع تعهد طالبان بقطع صلتها بتنظيم القاعدة ومنع التنظيم وغيره من الجماعات المسلحة من أن ينشط في المناطق التي تسيطر عليها طالبان. الناشطات في مجال حقوق المرأة يشعرن بالقلق البالغ خوفا من أن تقضي طالبان على المكاسب التي حققوها في العشرين عاما الماضية، أو أن يتم التنازل عنها مقابل السلام من قبل حكومة كابول الضعيفة. مزاج الهزيمة، تحت هذا العنوان كتب ممدوح عزام مقاله المنشور في صحيفة العربية الجديد مضيفا: لا يقتصر الأمر في المشاعر التي تعقب الهزائم أو التي تشير إلى احتمالها على الحسرة والشعور بالفاجعة الفردية أو الجماعية، بل قد يخلق مشاعر أخرى تميل بالأفراد والجماعات للتنديد بالذات المهزومة واعتبارها مسؤولة عن المآل. ويعرف كل من عايش هزيمة حزيران في عام 1967 ما الذي أصاب المزاج الشعبي العام، بعد أن تأكد الجميع من أن الجيوش العربية قد هزمت في الحرب، فقد عمت حالة هلع دفعت لنبش التاريخ وأخلاق الأمة للبحث فيها عما ينبئ بأن الهزيمة التي منيت بها الجيوش كانت كامنة في روح الأمة نفسها أو في زمن ولادتها. راحت اللعنات تنصب على الجذور والأصل والتراب الذي أنبت هذه الكائنات. كما كان كتاب صادق جلال العظم النقد الذاتي بعد الهزيمة محاولة أخرى لتلافي الوقوع في مزالق البكاء والتفجع والندب، بالعمل على تحليل الأسباب الموضوعية لمثل تلك الهزيمة الكبرى التي حدثت في حزيران. ويزداد هذا كله مرارة لدى الذين آمنوا بأن تحقق الآمال بات قريبا، حين شاهدوا الجماهير الحاشدة أداة التاريخ تتحرك بقوة من أجل ذلك. ومن غير المعروف الآن ما الطريقة التي سوف تسير فيها الرواية والمسرح والشعر في مواجهة هذا الاستحقاق الحياتي البارز. هل تستعيد قيظ حزيران أم تؤكد على ربيع العرب؟ لفيسبوك قصة نجاح مذهلة وفق تصنيف موقع ألماني، حيث سرد موقع دي دبليو سيرة العالم الأزرق وعنوان فيسبوك من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة. كيف كانت البداية؟ لقد كانت من جامعة هارفارد الأمريكية، حيث لم تكن نية مارك زوكربيرغ ورفاقه في أول الأمر سوى إطلاق شبكة اجتماعية خاصة بتبادل المعلومات والصور والآراء بين طلاب جامعتهم. أطلقوا على تلك الشبكة اسم فيسبوك، وفي الرابع من فبراير 2004 تم تأسيس الشبكة رسميا ليتوافد عليها طلبة من جامعات أخرى وتلقى رواجا ونجاحا مهمين. هذا النجاح دفع مؤسسي فيسبوك إلى فتح باب العضوية للجميع ابتداء من نهاية العام 2006. ولكن كم عددهم الآن؟ وفقا للموقع فإن العدد تجاوز ربع سكان العالم، أي ملياري شخص، في حين كان عددهم مليون شخص عام تأسيسه. لازلنا أيضا في الصحافة الألمانية، حيث غطت وكالات الأنباء هناك قصة خروج طفلين من المنزل وإحداثهما أضرارا وصفت بالبالغة. وقد نقل موقع ليبانون فايلز الحادثة وعنوان إحراق وتخريب متعمد، طفلان يتسببان في خسائر فادحة. ولكن لماذا اهتمت الصحافة بأمر هذين الطفلين؟
ببساطة لأن أعمارهما 6 سنوات و4 سنوات، حيث تمكنا من إيهام أمهما بتواجدهما في المنزل وأخرج خلسة وأطلق العنان لتنفيذ أعمال تخريبية تجاوزت قيمة أضرارها 15,000 يورو في بلدة كولومباخ بولاية بافاريا الألمانية. بعد تمكن الطفلين من الخروج إلى مرآب سيارة الجيران أشعل النار بمساعدة مواد قابلة للاشتعال، تمكن من سرقتها. وفي محاولة لإصلاح الأمور حاول الطفلان إطفاء الحريق، وذلك بالبحث عن الماء في حديقة منزل مجاور، وبالفعل تمكنا من العثور على خرطوم مياه، لكنه كان قصيرا للغاية ولم يكفي للوصول إلى مكان اشتعال النيران في المرآب. وانتابت الطفلين حالة من الغضب ما دفعهما إلى فك إمدادات المياه لتغمر المياه بذلك قبو المنزل وتغرقه. ولم تتوقف الأعمال التخريبية عند هذا الحد، فقد أخذ الطفلان أيضا مجموعة من الأدوات المتنوعة والتي عثروا عليها بالقرب من مسكنهما، وكان من بين هذه الأشياء رذاذ بالطلاء الأبيض ومقص تقليم الأقصان، حيث رش الطفلان بالطلاء بوابة مرآب آخر وباب منزل فضلا عن بعض السيارات قبل أن تحضر الشرطة وتعيد الأطفال إلى أمهما، فيما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق، إلا أن الخسائر من وراء هذه الأعمال التخريبية فاقت 15,000 يورو. رياضة تسلق الجبال قد تسلب منك حياتك، لكنها تضعك في تحدي مع الحياة ومع مخاوفك الداخلية. صحيفة الغارديان البريطانية نشرت مجموعة من صور هواية التسلق. من جدران الكهوف إلى أعمدة الصحافة إلى المواقع الإخبارية وإلى صفحاتنا الخاصة، عبر رسامو الكاريكاتير عن مواقفهم واتجاهاتهم بكل خفة وذكاء. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نستعرضها، نسامح. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء.